الكلام ليس في كبره المولد أو عقيل. في صغره، وإنما في طبيعة محامده. هو زوج بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وطبيعة التصاقه بالحسين عليه السلام كان التصاق، لا أستطيع أن أقول التلميذ مع أستاذه، بل هو أكبر من هذا الأمر، باعتبار قسم من أولاد عقيل كانوا مع عقيل. يعني حينما ذهب إلى الشام واستقر في الشام وما إلى ذلك ذهبوا معه، أما مسلم نفسه كان أكثر التصاقا ببيت الحسين عليه السلام، وقد تروي بعض الروايات أيضا مشاركة له بطريقة ما، رغم أن عمره قد لا يسمح بتصور هذا الأمر، ولكن له مشاركة في صفين. صفين نعم. ومع أني أفترض أن عمره آنذاك ربما 12 سنة أو 13 سنة، لكن على مثل آل أبي طالب لا يستغرب أن يكون صبيهم له هذا العنفوان وله العدو هذه يشهد شيخنا القوة. يقول كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. عموما هذا يعني هذا مسلم، لا شك أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أيضا انتخبه لطبيعة هذه المواصفات، لم ينتخبه عبثا، لم ينتخبه لأنه زوج أخته أو ما إلى ذلك، وإنما لطبيعة المواصفات التي تستدعي أن يتصف بها من يرسل إلى مجتمع مضطرب، وإلى ما إذا صح التعبير إلى الساتر الأمامي للمعركة.